وقال تأبط شرا. إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر. ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر، فذاك قريع الدهر ما عاش حول، إذا سد منه منخر جاش منخر. أقول للإحيان وقد صفرت لهم وطابي، ويومي ضيق الحجر معور. هما خطتا، إما إسار ومنة، وإما دم والقتل بالحر أجدر. وأخرى أصاد النفس عنها، وإنها لمورد حزم إن فعلت ومصدر. فرشت لها صدري فزل عن الصفا، به جؤجؤ عبل ومتن مخصر. فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا، به كدحة والموت خزيان ينظر. فأبت إلى فهم ولم أك آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر.